جي لك عمر يمكن انت يعني مواليد 2002 والبطوله كانت صعبه من وجهه نظرك انت. اصعب مباراه كانت ايه من وجهه نظرك؟ اصعب مباراه كان ماتش اليوبلس طبعا اللي تعادلنا فيه. عشان هو كان الفوكس كله عليه من الاول ان احنا عارفين ان ده الكومبيتيتور بتاعنا في الاساس. بس وكان الموضوع بالنسبه لنا ان احنا نازلين الماتش ما فيش اوبشن ان احنا نخسر ده ولا حتى نتعادل. طب التعليمات اللي اداها لك كابتن وليد قبل المباراه والجهاز بالكامل طبعا مش ليك انت للفرقه كانوا اكيد قروا اليوبلس وشافوها اكيد، كانت التعليمات ايه؟ يعني ايه التعليمات الفنيه اللي انتوا شفتوها او اللي اتقالت لكم قبل المباراه؟ ان احنا يعني كان المين بتاع التعليمات كلها ان احنا لازم نفضل جوه فريم اللعب ما نخرجش براه عشان اي حاجه هتحصل هتسبب خلل ده هيؤدي ان احنا ممكن تحصل حاجه منهم احنا مش متوقعينها او مش حاطينها في فريم الخطه. طيب ده بالنسبه للناحيه النفسيه شويه او الذهنيه، طب الفنيه هل نلعب عليهم اسرع؟ هل الطلب منكم لا ندافع على ده اسرع يعني فنيا بقى كلمني فنيا. كان المفروض ان احنا نلعب على الفيزيكال بتاعنا عشان ده حاجه احنا متميزين فيها. احنا اقوى. بالظبط ان احنا يعني الفتره اللي فاتت اللي اتمرناها كلها كنا مركزين جدا على العوم وعلى الجيم. سرعات. فالفيزيكال بتاعنا كان المفروض اعلى يعني اعلى فرقه في فيزيكال وده اللي احنا الحمد لله كسبنا بيه وتعاملنا على اساسه مع كل الفرق. الفيزيكال برافو كويس. انتوا عارفين قوه نقطه قوتكم ايه؟ طبعا. والجهاز الفني عارف هو رايح بيكم في ايه او فين، فانتوا لعبتوا على الفيزيكال البادي كونتاكت الجري العوم بسرعه على الاجوان. طيب يعني على المستوى الشخصي كنت شايف انه قبل ما نخش البطوله سيبك من ان احنا النادي الاهلي ودايما بندور على المكسب، كنت شايف البطوله سهله كنت شايف ولا كنت شايف صعبه جدا؟ الصراحه كنت شايف ان هي سهله عشان ده بيبقى ناتج عن الافرت اللي احنا بذلناه قبلها. يعني احنا كنا بذلين افرت كبير قوي قبل البطوله يخلينا اللي هو احنا اوريدي احنا جاهزين فيزيكال وتكتيكال وكل حاجه، يعني لو احنا اكيد هننزل قدام اي فرقه هنبقى اعلى منهم في الحاجات اللي هي سبب المكسب. بس برضو انا عاجبني كلامك جدا. يعني وعايز حضرتك تشاركنا في الحديث معلش. طبعا. هو مؤمن بمجهوده. مؤمن باللي عمله. يعني هو شوف قال لك ايه؟ قال لك احنا مش احسن لعيبه في مصر. هو قال لك احنا داخلين واحنا عارفين ان احنا اللي باذلين مجهود اكتر فاحنا اللي ان شاء الله هنكسب. ده صح من ناحيه نفسيه؟ صح في الناحيه النفسيه في حته عشان بس في حته في الناحيه النفسيه بيسموها الاكسبكتيشنز اللي هو انت داخل بتوقعات معينه ممتاز جوه الماتش. احنا دايما بنقول للعيبه ودايما بنتكلم مع الكوتشز وبنتكلم مع التيم ان التوقعات تدار ان حضرتك لازم تحولها لاهداف والاهداف تدار انك لازم تحط لها خطوات وادوات معينه. الله. والادوات المعينه والخطوات دي لازم اللاعب يبقى عنده 100% كوميتمنت، لازم يبقى اللاعب ملتزم بيها التزام تام. عشان كده احنا دايما بنقول للعيبه حضرتك لازم تتراست الخطوات، يو دونت تراست النتيجه. انت ما ينفعش تتراست النتيجه، انت يو نيد تو تراست. ركز في اللي بتعمله. ركز في اللي بتعمله. الله عليك. فهو اللي بيقوله غنيم صح، في حته مهمه جدا ليها علاقه بالكونفدنس، دي تخبط قوي في اللي بيقوله عمر غنيم. انه الانترنال كونفيدنس بتاعك بيجي ازاي؟ ان حضرتك بتحس انك بتبذل مجهود قوي جدا 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 في التدريب فبتنزل عندك نوع البيليف سيستم بتاعك بيشتغل. الثقه بالنفس وان انا اي بليف ان انا قوي واقدر اجيب البطوله. انا متمرن مذاكر لان طبيعه التمرينه ما بتبقاش سهله، انت بتعلي البار على اللعيبه. بتخلي البريشر في التدريب قوي. احيانا بنخلي البريشر في التدريب يبقى اعلى من البريشر المتوقع جوه الكومبيتيشن فلما ينزل الكومبيتيشن مطلوب. صح. وفي نفس الوقت الثقه بالنفس دي ما تتهزش لان انت ممكن تنزل على فكره كره الميه لعبه تنافسيه تعتبر اللعبه اصعب لعبه في العالم تتحط رقم ثلاثه عنيفه رقم ثلاثه في العالم. لما حضرتك بتنزل جوه الميه الاحتكاك البدني بيعلي الاجريشن. صح. الاجريشن اللي هو العنف. اللي جاي من اجريسيف لعبه عنيفه. صح. عشان كده احنا عندنا حته مهمه جدا لما بنتكلم مع اللعيبه، اللعيب محتاج يحترم نفسه، يحترم الكوتش، يحترم الاوبوننت المنافس، يحترم الفانز، يحترم الناس اللي بتشجعه، يحترم زميله، يحترم الحكم، يحترم النتيجه. لما يبقى نازل عنده الليفل ده من الاحترام جوه دماغه هتسهل له الدنيا. بتسهل له الدنيا. عشان كده انت في فرق بتعرف تعمل ريمونتادا، بتعرف تعمل كامباك. الكامباك ده بيجي منين؟ ان انا ستيبل وشايف العناصر كلها ستيبل وكالم وعندي ثقه في البرفورمانس والخطه اللي عندنا.